يا كابتن، صباح اهلا الخير. بحضرتك. ويعني حلو جدا ان احنا بنتكلم عن هذا الملف، ان احنا عندنا مباراه مهمه يوم الجمعه. لكن خلينا الاول نروح لكاس الكؤوس والاداء المبهر بصراحه، ولا هزيمه الحمد لله. وزي ما يتقال كده، كانت روح الاهلي موجوده في كل مباراه حقيقي، مش فيها مبالغه الجمله دي. فخلينا نعرف وجهه نظر حضرتك برضو. اول احنا بنشكر طبعا وبنقول الف الف مبروك لمجلس الاداره على راسهم كابتن محمود الخطيب، وعلى رأسهم طبعا رئيس جهاز ياسر الرملي وكابتن طارق محروس على المجهود العظيم اللي هم عملوه ده. وهنقول ان احنا بنرجع تاني بطولات افريقيا للنادي الاهلي. احنا بقالنا زمن ما خدناش عدة بطولات افريقية، او ما كناش كمان بنشارك. فالحمد لله رجوع البطولات ده حاجة كويسة، وانا شايف احنا ماشيين في اتجاه سليم. وتدعيم طبعا من مجلس الاداره والنشاط الرياضي غير عادي السنه دي بالذات لاحراز بطولات افريقيا وكاس السوبر ان شاء الله.